مقادير كيكه نابليون او نابليون كيك موجوده على الشاشه. معانا 3 ارباع كوبايه زبده، كوبايه من السكر او كوبايه الا ربع رغده، ماشي الكوبايه بس ما تكونش مليانه يعني، تلت كوبايه عسل ابيض، معلقه صغيره ونص بيكنج صودا اللي هو كربوناته، واحد اتنين تلاته اربعه، الاربع مكونات الاولانيين بالترتيب بتاعهم دول مع بعض في حله او في طاسه. بمعنى ايه؟ الحله هي عندي سخنه، ادي الزبده مع العسل مع السكر، كل ده يتحط على النار مع التقليب المستمر مع السكر اهو. ادي 3 مكونات، المكون الرابع اللي هو ايه يا نونا؟ الكربونات. ادي الاربع مكونات الاولانيين مع بعض. طيب بيوصلوا لدرجه غليان معينه، ولازم تخلوا بالكم جدا من اللي انا بعمله علشان ما يقعش منكم خطوه وتشوفوا درجه الغليان بتاعتها اللي احنا عايزينها ايه. طيب من اول، معلش يا حمدي هات لي الورقه الاولانيه تاني، تسلم لي. اربع مكونات زبده سكر عسل مع بعض حطيناهم على النار، الكربوناتو المكون الرابع هنحطه بعد كده هنحطه بعد ما توصل لدرجه غليان معينه وهوريها لكم مع بعض. طيب اهم حاجه الحاجه اللي نشتغل فيها تكون غويطه، عشان مجرد ما بننزل بالكربوناتو بتبدا تفور وتبدا تغلي، مش عايزه ان هي تبوظ منكم. طيب من اول بقى البيض اهو، الفانيليا يا شباب، بيتحط مع البيض فانيليا وبيتضرب كويس جدا، وبعد كده بينزل على الخليط ده بس لما يبرد. هقول لكم المقادير ونمشي حته حته مع بعضنا. الدقيق حسب الحاجه ممكن ياخد 3 كوبايات ياخد 4 على حسب نوع الدقيق وحسب امتصاصه للسوائل اللي موجوده. طيب معانا ايه كمان؟ بعد ما بنعمل الكيك بطريقه معينه وهوريكم الطبقات بتاعته هتبقى عامله ازاي، بنيجي واحنا بنكونها بنبدا نحتاج معلقتين حليب او ربع كوبايه حليب، يا دوب نسقسق الكيك ونطريه علشان ما يبقاش ناشف عامل زي البسكوت. لا انا عايزه اطريه تسقيه بسيطه كده علشان ما يبقاش دايب معايا وبايش، يا دوب تمشيه كده بالفرشه على الكيك نفسه. طيب الحشوه بقى بتاعتنا هنحشيه بايه؟ الوصفه الاساسيه بتاعت بلدها، الوصفه الاساسيه خلوا بالكم اللي بقوله، الوصفه الاساسيه بتاعت بلدها بنستعمل لها في الحشوه اللي هي ساور كريم. طيب احنا هنا كمصريين بقى برضو لازم نحط التاتش بتاعنا، بس المره دي مش تاتش، المره دي بنحط بديل. طيب انا ما عنديش الساور كريم دوت، استخدم بداله ايه؟ بستخدم بداله، لا هنشيل كوبايتين ساور كريم ديت. ايوه الله ينور عليكي. الكريمه بقى بتاعتنا احنا مش هنجيب ساور كريم ونحط حاجه تبقى غاليه علينا وممكن ندور عليها ما نلاقيهاش. طب بديل الساور كريم ايه؟ طيب هنحط كوبايتين كريمه خفقه حلواني اللي هي العلبه الزرقاء اللي مرسوم عليها فراولاي بتاعه الحلويات، نحطها في الثلاجه تسقع قوي علشان لما نيجي نضرب بيها تدينا قوام تقيل، مع كوبايتين من الزبادي. كوبايتين الزبادي دول قصاد الكوبايتين ساور كريم. طيب ما عنديش زبادي اعمل ايه؟ لو عندي الجبنه لبنه، اللبنه هتمشي بنفس الموضوع اللي هي الكريمي. طيب معاهم ايه كمان؟ ربع كوبايه وربع سكر بودره، ومعاهم معلقه صغيره فانيليا. كل ده بيتخلط جدا مع بعضه وبيبقى عندنا الكريمه طعمها عسل. اللي انا هستخدمه النهارده مش مستخدمه لبنه، انا مستخدمه زبادي، وهنشوف قوامها عامل ازاي وهنشوف طعمها كمان لما تجربوها عامل ازاي. طيب دي المقادير بتاعتنا، تعالوا بقى كده معايا نشوف العسل والسكر والزبادي والزبده اللي حطيناهم مع بعض. بصوا كده اه مع البيض، بصوا كده زبده وسكر وعسل نحل دوبنا مع بعضه، شايفين الشكل عامل ازاي؟ مجرد ما بدا يغلي كده عندي الكربونات، وادام هحط الكربونات ولازم الحله تبقى عاليه اللي بقلب فيها ومع التقليب المستمر، وهنشوف دلوقتي الشكل خلوا بالكم هيبقى عامل ازاي. بسم الله، ادي الكربونات، بصوا اللون هيتحول، القوام نفسه هيتحول، شايفين؟ اللون اللي انتوا شايفينه ده هيبدا ان هو يبيض وبعد كده يرجع ان هو يغمق.
طب هو انا عايزه اطلع فاصل. ده مش كربوناتو، ده ملح. طلعني فاصل، هطلع فاصل وارجع لكم على طول اجيب الكربوناتو، علشان المفروض مجرد ما بينزل الكربوناتو الخليط بيبدا يفتح، لونه بيبقى كريمي، يبدا يوصل للذهبي، يرجع يوصل للذهبي الغامق، يرجع يوصل للكافيه. لكن اللي انا حطيته ده ملح مش كربوناتو. احنا المطبخ التحضيري اتلخبط بين ممكن نوطي الموسيقى يا شباب، اتلخبط بين الكربوناتو وبين الملح. طيب لما حطينا ملح، بصوا القوام وبصوا الشكل، حطينا زبده وحطينا عسل وحطينا سكر، والمفروض ان احنا نحط كربوناتو بيدي فوران وبيدي لون غير كده خالص. معنى كده لما انتوا تلاقوا حاجه زي كده وحصلت معاكم في البيت، اتاكدوا ان هو كربوناتو قبل المقادير بتاعتكم ما تتهدر. طيب تعالوا بقى دلوقتي، انا وريتكم الشكل لما حطينا سنه الملح، طب تعالوا دلوقتي نشوف، نعيد المقادير بتاعتنا تاني ونشوف لما يتحط كربوناتو هيبقى شكله عامل ازاي. عندي حاجه غويطه على النار، وهحط ايه؟ بسم الله، ادي الزبده، سكر وعسل. بالشكل ده كده، وابدا ان انا اقلب كله مع بعضه علشان يدوب ويبدا يدخل في درجه غليان كده خفيفه مع بعض بالراحه. ان شاء الله حتى اقعد الحلقه كلها اعمل في وصفه واحده، اهم حاجه توصل لكم كل اللي انا عايزه اعمله، واي تكه مش عايزاها تقع منكم علشان لو حصلت معاكم في البيت تبقوا عارفين تتصرفوا معاها ازاي. بصوا كده، ادي زبده وسكر وعسل نحل. بنبدا ندوب كده الزبده اهي، بس خلوا بالكم تاني مره بقول لكم ان لازم حاجه تكون غويطه علشان لما بنحط الكربوناتو بيبدا ان هو يدي زي فوران كده، فما ينفعش نعمل في حاجه قليله او صغيره علشان ما يفرش مننا ويبوظ لنا الدنيا. بنفضل ان احنا نقلب كده لحد الزبده ما تدوب خالص ويبدا يغلي معانا، وهوريكم دلوقتي لونه وشكله لما يغلي هيبقى عامل ازاي، وامتى اللحظه المناسبه اللي احنا نحط فيها الكربونات. ما نسيبهاش ونروح ننشغل في اي حاجه علشان ما تسكرش مننا وتكرمل. بصوا كده، بنقلب علشان الزبده تدوب معانا خالص، ويبدا العسل النحل يدوب السكر. ده كده خلاص انا مش عايزاه، بصوا انا مخلياه بس قدامكم كده علشان نشوف الفرق بين الاتنين. ده خلاص انا هشيله من على النار لان انا مش محتاجه، او هطفي النار كده علشان انا مش محتاجاه ومش هشتغل بيه. بصوا بقى هنا، خلوا بالكم قوي من درجه الغليان اللي انا عايزه يوصل لها العسل مع الزبده مع السكر. شايفين الشكل ده كده؟ هو ده الشكل اللي انا عايزاه. بصوا بيفور ازاي ولونه فتح ازاي. طيب نبدا ايه؟ ادي الكربوناتو، عينكم معايا ما تتشالش. بصوا كده بسم الله، ادي الكربوناتو، شايفين اللون؟ شايفين بيقوم ازاي؟ شايفين؟ الله اكبر عليه كده اهو، ده يبقى انا كده متاكده ان اللي اتحط ده كربوناتو. نبدا ان احنا نقلب كده، وخلوا بالكم بصوا كان فاتح كريمي بدا ان هو يقلب على ذهبي غامق. بصوا كل ما بنقلب كل ما ايه؟ كل ما بيغمق. وخلوا بالكم ان احنا لما نشيله من على النار هيغمق تاني، فلازم نشيله عند درجه معينه علشان لما بيقعد بره بيبدا ان هو يغمق تاني معانا. شايفين اللون كده اهو، لحد ما يوصل ان هو مثلا يعني بني فاتح كده او يعني كراميل كده، ونبدا نشيله علشان هنسيبه هيغمق تاني بالشكل ده كده. بصوا اللون، تحس ان هو لون الكراميل. بصوا طيب شايفين الدرجه دي؟ انا هشيل على الدرجه دي، وخلوا بالكم وافتكروا كويس جدا درجه اللون دي، علشان انا لو سبته شويه بره هيغمق تاني. تعالوا نشيله نركنه على جنب يهدى علشان بعد كده ننزل عليه بالبيض. بسم الله، هنشيله كده من على النار. يلا يا حمدي كده، شايفين اللون هيغمق تاني؟ انا شلت خلاص من على النار، هيبدا ان هو يغمق تاني. طيب على ما اسيبه يبرد شويه هعمل ايه؟ هجيب بوله صغيره كده او مج معياري عندي، هروح حاطه فيه الثلاث بيضات مع الفانيليا. انا في الفاصل حطيت فانيليا،
بصوا كده، شايفين اللون بيغمق تاني ازاي؟ احنا شلنا من على النار، بس الكربونات اللي احنا حاطينه بيبدا برضو يغلي، تحس ان هو بص اهو، بص بطلنا تقليب، بصوا لسه تحسوا ان هو لسه بيغلي زي ما هو، مجرد كل شويه لما نقلب هتبداوا ان هو تلاقيه بيغمق تاني معانا. طيب على ما يهدى بقى شويه، علشان احنا مش هينفع نحط البيض وهو سخن كده، علشان البيض ما يستويش ويبقى الوصفه بتاعتنا باظت. طيب على ما يهدى شويه، ثلاث بيضات ومعاهم فانيليا. ضربناه كويس جدا كده، وقبل ما نحطه على الخليط بتاعنا، شايفين اللون وصل له ازاي؟ شفتوا غمق تاني ازاي؟ طيب دلوقتي هعمل ايه؟ عندي حاجه من الاثنين، لو انا عندي عجان هشتغل في العجان على طول. يعني ايه هشتغل في العجان على طول؟ يعني اروح حاطه الخليط دوت في الحله بتاعت العجان واسيبها تبرد شويه، وبعد كده انزل عليها بالبيض وابدا ان انا اخلط كويس جدا، هيبقى الخليط عندي سايل وفي نفس الوقت غامق، وبعد كده ابدا انزل بمقدار الدقيق بالتدريج. طيب تعالوا كده، بسم الله، ننزل كل الخليط اللي هو كان عباره عن ايه يا نونا، عشان انا لسه مثلا فاتحه التلفزيون دلوقتي وما شفتش الخليط الحلو اللي انت عاملاه ده بلونه اللي يجنن ده كان عباره عن ايه. طيب شوفي معايا يا ست الناس، ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن زبده وعسل نحل وسكر. السكر ده حطيناه على النار مع العسل مع الزبده، بداوا ان هم يسيحوا مع التقليب المستمر، بدا العسل والسكر يدوبوا خالص مع الزبده، بداوا ان هم يغلوا، وهم بيغلوا رحت نازله عليهم بالكربونات مع التقليب، ولازم الحله تكون واسعه عشان ما يفرش معاكي ويطلع بره الحله اللي انت بتعمليها. طيب بعد كده بيوصل لدرجه لون معينه، بيوصل بعد كده من الكريم الفاتح يبدا ان هو الذهبي الغامق في الاغمق في الاغمق لحد ما بيوصل للون ده. شايفين اللون؟ طيب انا قلبت اهو كده شويه عشان اطلع السخونيه. بصوا كده عندي البيض، وهعمل كده وهقلب على طول بسرعه، علشان دي لو دافيه او سخنه ونزل عليها البيض وهي سخنه هيبدا يستوي، انا مش عايزاه يستوي، عايزاه ان انا اقلب بسرعه 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 علشان يبدا ان هو يديني سايل. لا هنا اضمن، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، لا مش هنعملها في العجان يا حمدي، هنا اضمن علشان ابقى ضامنه ايدي وهي بتلف البيض. معلش بقى عشان ده ايه سيليكون، فانا عايزه ده كده. بصوا بقى كده، شايفين بيطلع سخونيه ازاي؟ دي السخونيه اللي هي بتاعت الكراميل او بتاعت الزبده والسكر والعسل النحل اللي احنا عملناه. طب نونا هو كده مش غلط؟ هو المفروض ان هو يستنى يا نونا شويه علشان يبرد، المفروض يستنى شويه عشان يبرد، بس انا عايزه اوريكم، لكن انتوا عندكم في البيت هيبقى الوقت متاح بالنسبه لكم تسيبوه يبرد شويه. ما تيجي نشوف كده يا حمدي اللي انا بقلبه ده شكله عامل ازاي؟ شايفين اللي هو ده اهو، ننزل كده علشان كله يفك مع بعض اهو. كده انا قلبت البيض كويس جدا مع الخليط اللي احنا عملناه، كان زبده وعسل وسكر، وبعد كده حطينا عليه الكربونات وقلبناه وبقى سايل بالشكل ده. طب هو انت كده فاضل لك ايه يا نونا؟ فاضل لي الدقيق ينزل بالتدريج عشان الم العجينه. العجينه انا عايزاها طريه وفي نفس الوقت ملزقه خفيف جدا، بس ما تبقاش ناشفه. زودنا الدقيق ومقدار الدقيق اللي احنا عايزينه زودنا عنه، او احنا بنفرد زودنا عنه، العجينه نشفت معانا ونيجي نسويها في الفرن بقت عامله زي البسكوت، لكن انا عايزاها تبقى طريه. طيب حطيت بالشكل ده كده، هحط جزء من الدقيق واشغل واشوف هحتاج تاني ولا لا. انا هشيل شويه من الدقيق اللي اتحط ده عشان انا عندي احط ازود دقيق وهي وانا شغاله فيها احسن ما الاقي ان هي نشفت معايا بالشكل ده كده، ونشغل ونشوف قوام العجينه اللي احنا عايزينه هيبقى عامل ازاي. هي ملهاش عرق، فاحنا ممكن ان احنا مع الخليط ده ولما نسيبه يهدى ونحط عليه البيض ننزل بالدقيق شويه شويه ونعجن بايدينا. لو عجننا بايدينا برده ما فيهاش اي مشكله، فالناس اللي ما عندهاش عجان ما تلاقيش صعوبه في عمال الكيكه دي، ممكن نعملها بكل سهوله. تعالوا بقى نشغل بالراحه كده ونشوف شكل العجينه هيكون عامل ازاي والملمس بتاعها كمان عامل ازاي. بسم الله.
بصوا شايفين القوام سايل ازاي؟ معنى كده ان هي عايزه حبه الدقيق علشان تلم معايا وتبقى عجينه ملمومه لكن طريه، تبقى فيها تلزيقه بسيطه جدا في ايديا. طب هشغل العجان وبعدين اخدها. بسم الله. حطينا دقيق وبصوا بصوا التلزيقه، في تلزيقه بسيطه بس انا حاسه ان هي بصوا ما بتلمش. بصوا لما باجي المها في ايديا بتلزق، ما بتتلمش عجينه، ما بتتكورش. معنى كده ان هي عايزه كمان حبه من الدقيق. نشتغل بالراحه علشان يا نونا لو الدقيق طلع زياده ايه اللي هيحصل؟ العجينه بتاعت الكيكه بتاعتنا هتشقق، هتبقى عامله زي البسكوت، هيبقى النتيجه بتاعتها مش مرضيه بالنسبه لنا. ولو عملناها بالشكل ده ودقناها ايه ده، دي طعمها مش حلو. طب ما احنا ما عملناش اللي احنا عايزينه. التسويه بتاعتها ما بتاخدش وقت في الفرن، التسويه بتاعتها ليها وقت معين، الشغل بتاعها ليه وقت معين، فكل دوت لازم نراعيه علشان تطلع معانا نتيجه مظبوطه. بسم الله. بصوا بقى كده، انا طلعته خالص اهو. بصوا كده بصوا بصوا، هنا مفيش تلزيق وهنا مفيش تلزيق. بصوا بصوا ما بتشققش. بصوا نعمل ازاي. بصوا هنا التلزيق الاولاني بتاع العجينه، لكن بصوا هنا، بصوا لما بعمل كده ما بتشققش. بصوا بالشكل ده، ده قوام العجين اللي انا عايزاه. بصوا بقى لما باجي الم التلزيقه البسيطه اللي انا عايزاها اهي، يعني معنى كده هي دي العجينه القوام المظبوط اهي، لما لمتها لمت كل الترزيق اللي في ايدي. ده كده اللي انا عايزاه. هلمها بحبه دقيق وبعد كده هحطها في كيس ثلاجه او في ستريتش واحطها في الثلاجه نص ساعه. ليه؟ علشان تشد معايا وفي نفس الوقت اما اجي افردها تتفرد معايا بكل سهوله. العجينه طلعتها بصوا الله اكبر. بصوا رشه دقيق خفيفه بين ايدي اهي، بدات ان هي بالشكل ده. ما نزودش دقيق. ليه يا نونا ما نزودش دقيق؟ ما عشان ما تلزقش في ايدينا. ماشي، انا عايزه تلزيقه بسيطه، وهي لما تتحط اصلا في الثلاجه مش هتبدا فيها التلزيقه دي خالص اهي، لكن لو زودنا دقيق هتنشف معانا حبايبي، ونيجي بعد كده نعملها نلاقيها بتشقق. بصوا كده بصوا شكل العجينه، بصوا التلزيقه البسيطه دي اهي، لما تتحط اصلا في الثلاجه التلزيقه دي هتنشف. ما شاء الله عليها عجينه بتتكلم. كده عملنا العجينه اللي احنا عايزينها. عندي بقى ورقه زبده، عندي مثلا كيس ثلاجه، ايا كان اللي موجود عند حضراتكم هعمل فيه العجينه واحطها في الثلاجه نص ساعه تشد معايا علشان لما اجي اقطع تتقطع معايا بكل سهوله. طيب هسيبها كده واحطها في الثلاجه. طبعا انا مش هسيبها في الثلاجه نص ساعه عشان هي دي اللي هشتغل بيها، فهحطها في الفريزر ال10 دقايق اللي هم بتوع الفاصل او الثمان دقايق بتوع الفاصل تكون شدت معايا في الفريزر اسرع. نرجع اوريكم اللي انا عاملاه الصبح. بسم الله. بصوا ده اللي انا عملته الصبح. بصوا طريه ازاي، شايفين بيتعمل تحسوا ان هو شبه الفريسكا بتاعت ال بصوا بصوا، ده اللي انا عايزاه، القوام اللي انا عايزاه. نطلع فاصل تكون العجينه بتاعتنا شدت ونرجع. اكون عملت ايه؟ اكون قصقصت ورق زبده ل 2، بسم الله الرحمن الرحيم، 2 4 6 7 7 اوراق زبده او 8 او على حسب. ممكن ان انا عشان كست مصريه وبتحب ان هي توفر والدنيا بالنسبه لها ما تبصي، هعمل 4 اوراق زبده وهشيل من عليهم واسوي، يعني هشيل اللي يستوي وارجع افرد على التاني علشان ان انا ما اقطعش ورق زبده كتير وهضر.
حطيت العجينه بتاعت كيكه العسل او كيكه العسل دي المصريين هم اللي مسمينها كده، لكن هي اسمها يونان كيك او كيك اليوناني الروسي او يونان ايه؟ نابليون كيك الروسيه. حطينا العجينه في الثلاجه او في الفريزر علشان تشد شويه، بس انتوا عندكم في البيت هيكون عندكم الوقت نحطها في الثلاجه نص ساعه، لكن انا عشان ما عنديش وقت رحت حطها في الفريزر يا دوب 10 دقائق تروح شاده معايا وابدا ان انا اشكلها. لما بتتشكل بنقطعها وبنطلعها بالشكل ده كده. ايه ده؟ هو ده كيك؟ هي دي الكيكه اللي انت هتعملها لنا النهارده او التورته اللي هتعملها لنا النهارده؟ طب ما تيجوا كده نشوف هنعملها ازاي. عندي الحشوه، والحشوه بتاعتنا نزلت على الشاشه، والشاشه بتاعتنا اللي نزل عليها والمقادير بتاعتنا كانت عباره عن ايه؟ الكريمه، كوبايتين كريمه خفق حلواني اللي هي العبوه الزرقاء اللي مرسوم عليها فراولايه، عشان في ناس يعني بتتلخبط بينها وبين الحادق. طيب حطينا معاها ايه؟ المفروض الوصفه الاساسيه بتاعتها، الله يبارك لك يا حمد، الوصفه الاساسيه بتاعتها بيتحط لها صور كريم، واحنا كمصريين ما عندناش الكلام دوت. هنقعد ندور على صور كريم والحوارات دي كلها، يبقى احنا ايه؟ يعني بالبلدي كده يقول لك ايه؟ شرى العبد ولا تربيته، احنا لسه ندور على صور كريم ويبقى غالي، طب وليه؟ ما احنا نحط له بديل. البديل بتاعه كان ايه يا حمدي؟ في الورقه الثانيه بتاعه الحشوه معانا ايه؟ كوبايتين كريمه خفق حلواني، معاهم كوبايتين من الزبادي الكبار بتوعنا، سواء من السوبر ماركت او من عند اللبان ما فيهاش اي مشكله، بس الكوبايتين اللي هم الكبار. كوبايه وربع سكر بودره، معلقه صغيره فانيليا. نخلط ده كله مع بعضه، بس اهم حاجه كريمه الخفق تبقى ساقعه في الفريزر او في الثلاجه مثلا من بالليل، علشان لما تطلع معايا تطلع معايا بالشكل ده. ضربتهم كويس قوي مع بعض تطلع معايا بالشكل ده. بصوا طعمها رهيبه بجد والله العظيم، مش عشان اللي عاملاها بس طعمها فعلا رهيبه، تستحق التجربه. بصوا ادي القوام بتاعها اهو، كريمه كريمه خفق حلواني مع سكر بودره مع زبادي ورشه الفانيليا. مش عايز احط رشه فانيليا، حطي معلقتين عسل هتسكر لك كده الدنيا برده وتخلي طعمها حلو، بس انا ما حطيتش عسل، انا حطيت السكر البودره والكريمه والزبادي مع الفانيليا. طعمها فعلا تحفه، عملناها وسبتها في الثلاجه شويه زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب تعالوا دلوقتي بقى نجمع الكيكه بتاعتنا. هعمل ايه؟ هروح ماسكه كده وهروح حاطه هنا في نص الاستاند اللي انا هدور عليه او اللي انا هقدم عليه الكيكايه بتاعتنا بالشكل ده كده، وهروح واخده كده. بسم الله. بصوا دي في الفرن وانا بعد الورقه بتاعتها راحت ملفوفه مني بالشكل ده كده، بالشكل ده. فدي ممكن اسيبها افرمها في الكبه علشان تبقى بودر خالص وازين بيها. حاجه كسرت منك ما فيهاش اي مشكله، سيبيها وهنستخدم. طيب هبدا ان انا اخد كده، بصوا طريه ازاي، هبدا احط كده في نص الاستاند اللي انا هقدم عليه. حطيت جزء من الحشوه تحت علشان ان هو يمسك معايا التورتايه. نونا هو انت مش هتقولي لنا العجينه دي انت عملتيها ازاي كده وازاي مخرمه كده وخدت التسويه قد ايه في الفرن؟ كل ده هقوله لكم، انا مش هفوت حاجه النهارده في الكيكه الروسيه الا لما تتقال، بس العجينه بتاعتنا تشد وهعملها كلها قدامكم ان شاء الله. طيب جينا عملنا ده بالشكل ده كده، واروح واخده. بصوا بقى قبل ما احط الكريمه عندي ايه؟ عندي معلقتين حليب، واعمل كده يا دوب تسقيه بسيطه، مش عايزاها في ملمق ومش عايزاها تبوش، انا واخده اهو تسقيه بسيطه كده علشان اطري الكيك بتاعنا. خلوا بالكم التسويه بتاعته بتبقى ايه؟ بيقعد في الفرن 7 دقائق، لو زاد عن ال7 دقائق بيطلع زي البسكوت وبيبقى مقرمش، ما بيديناش النتيجه اللي احنا عايزينها. اجي اعمل كده واروح فرد، ولازم القوام بتاع الكريمه كله يبقى واحد. يعني ايه يا نونا اللي انت بتقوليه ده؟ يعني ما يبقاش فيه حته عاليه وحته واطيه، لا كله يتوزع كويس. نونا في حاجات بتطلع من الحرف كده، اعمل ايه وانا عايزه الاستاند بتاعي يبقى نضيف؟ طيب بصوا كده عندي ورق زبد، واروح عامله كده علشان الاستاند ده اللي هقدم عليه. لو مش ده اللي هقدم عليه هشتغل عادي وبعد كده اشيل الكيكايه بتاعتنا وانقلها على طبق التقديم على طول، لكن لو انا هقدم على نفس الاستاند ده هعمل ايه؟ هروح جايبه ورقه زبده او مفرش سيليكون ممكن اشتغل عليه، واروح عامله كده. هقسم ورقه الزبده 2 عشان كل الدهوله تبقى عليها وبعد كده اشيلها ويفضل الاستاند عندي نضيف وزي الفل.
انا جمعت اهو ورقتين زبده من ناحيتين علشان ازين واشتغل براحتي، وبعد كده يتسحبوا يبقى الاستاند عندي نضيفه زي الفل، علشان الاستاند ده هو اللي هقدم عليه. نوصلها كده مش هنقلها تاني. طيب عملنا بالشكل ده كده، ارجع ادي الحشوه اهي وتبقى مظبوطه معايا، ما يبقاش حته عاليه وحته نازله بالشكل ده كده. واروح واخده الطبقه الثانيه من الكيك. نونا هو انت مطلعاها كلها ازاي مقاس واحد بالشكل ده؟ هقول لكم والله ما تستعجلوش، كل دوت هيبان معانا لما نيجي نطلع العجينه بتاعتنا ونقطعها ونفردها. حطينا الطبقه الثانيه، سقسقه بسيطه جدا من الحليب من الحروف والنص وكله، يا دوب بنسقسق كده بنديها قبل ما نحط الكريمه. نونا هو ايه اللي بينزل من الجناب؟ هو عادي؟ اه عادي، لان انا كده كده هغلف الباقي من الجوانب. بصوا كده بسم الله، ما ننساش نسقسق بحليب قبل الكريمه. عرفتوا بقى انا ليه عملتها النهارده؟ عايزه اقول لكم على حاجه، ان الكيكه دي المفروض ان هي كانت هتتعمل يوم السبت، ولما لقيت ان هي فعلا الموضوع كان يعني فوق حده، ان سعرها غالي قوي قوي، فقلت طب وليه انا اجلها ليوم السبت، انا هعملها النهارده. وفعلا ده اللي حصل، ان احنا غيرنا السكريبت بتاعنا علشان نعملها، علشان اوريكم ان هي قد ايه سهله وبسيطه، هي مش صعبه خالص. شفتوا بقى احنا عملنا ايه؟ اسهل من كده مفيش. وادي اخر طبقه معايا اهي بالشكل ده كده. كل ده بقى بيطرى، كل ده كده بتيجوا تقطعوه بيبقى اسهل من كده بكتير، والتقطيع هايله، والكريمه اللي احنا حاشين بيها طعمها تحفه، والكيك نفسه ده طعمه هايل. جربوها مش هتندموا، فعلا زي ما حبيبتنا كلمتنا وقالت طعمها خطير. هي فعلا اللي ما جربش الكيكه الروسيه او نابليون كيك فايته كتير قوي قوي قوي، كيك غير اي كيك احنا متعودين عليه. بنساوي الجوانب كلها بالشكل ده. طيب هنعمل ايه يا نونا بعد كده؟ انا دلوقتي طبقات الكيك عندي خلصت وفاضل طبقه واحده، طبقه واحده كسرت مني، طبقه واحده طلعت معوجه، طبقه واحده نفخت في الفرن عشان ما غرستهاش كويس. المفروض ان انا بعمل ايه يا نونا؟ بروح جايباها كده اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا كده، فرمنا. بصوا ده اللي انا عايزاه، دي طبقه من الكيك اللي احنا عملناه. وابدا ان انا اعمل كده، بسم الله. شفتوا بقى فايده ورقه الزبده اللي انا حطيتها ايه؟ ان انا بعد كده اروح شايله ورقتين الزبده ويبقى انا ما عملتش حاجه. الكيكايه تبقى متغلفه عندي من الجوانب وزي الفل. عملنا اللي عملناه ده كله، وحطينا ورق زبده في الجوانب علشان لما نسحب كده. بصوا بقى معايا، بصي معايا يا حمزه، بسم الله. الستاند معايا نضيف، يبقى احنا كده مطلعين الستاند نضيف. لو انت مش عايزه تحطي ورق الزبده ده وهتنقلي الكيكايه بتاعتنا على ستاند تاني، ما تعمليش ورق الزبده. بصي طالع نضيف ازاي وزي الفل. هي دي هتتقطع امتى يا نونا؟ لا مش دلوقتي، ده اللي خلاني بدات بيها، ده اللي خلاني بدات بيها ليه؟ علشان احطها في الثلاجه عشان على اخر الحلقه اروح مقطعاها، وفي وقت دوت على ما هي تمسك شويه في الثلاجه اكون عملت ايه بقى؟ اكون طلعت العجينه بتاعتها. عينيا حاضر، اكون طلعت العجينه بتاعتها اللي محطوطه في الثلاجه تشد او في الفريزر، انا سايباها 10 دقائق بس
لكن لو انتوا عندكم الوقت بقى حطوها نص ساعه. تشيل حطيت الكيكه بتاعتنا اللي هي نابليون كيك او الكيكه الروسيه في الثلاجه، لازم تقعد وقت كافي في الثلاجه عشان لما تيجي تتقطع تطلع لنا زي ما احنا عايزين بالظبط، وهزينها لكم النهارده تزيين خطير. طيب عايزه ايه شباب؟ لو سمحتوا بوله فيها دقيق. بصوا بقى كده، انا حطيت العجينه بتاعتنا فين؟ في الفريزر علشان تشد معايا، لكن انا قلت لكم لو عندنا وقت نحطها في التلاجه. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ كده سكينه حاميه وهبدا اقطع العجينه بتاعتي دي عباره عن كور، كل كوره هتطلع منها رايق. طيب هعمل كده بسم الله، ونبقى دايما مغطيين العجينه علشان تفضل معانا طريه ما تنشفش. ماشي، دي مثلا كده كوره ودي كوره، ودي نفس النظام كوره ودي كوره، هتطلع عندي ست رقات. عايزه تعملي اقل من كده ماشي، عايزه تعملي اوسع من كده زي ما انت عايزه. طيب كده قطعنا العجينه بتاعتنا اهي وطلعت ست رقات، ممكن كمان ان هي تطلع اكبر من الاطار اللي احنا عاملينه. هعمل ايه دلوقتي؟ يفضل علشان واحنا شغالين تبقى الدنيا سهله علينا وربنا مسهلها علينا، ربنا يسهل عليكم كل اموركم يا رب. بعمل كده وببدا افرد العجينه على الورقه اللي هسوي فيها على طول. ليه؟ علشان هي هتبقى رقيقه، مش هينفع ان انا افضل اشيلها من على الرخامه مثلا او على الترابيزه اللي انا بقطع عليها او بفرد عليها وارجع احطها على ورق زبده على الصاج والكلام ده كله. لا، نفرد على طول على اللي هنسوي عليه. طيب بصوا كده، فرضا انا عندي اهو الصاج هسوي فيه واحده، دايره واحده، يبقى يا اما هعمل على نفس الورقه وهي مربعه كده، يا اما هقصها مدوره واعمل عليه زي ما انتوا عايزين. طيب ده اطار مدور وده اطار مستطيل، اعملي اللي انت عايزاه، عندك دوت ماشي، عندك ده ماشي، ولا عندي ده ولا عندي ده. افردي وصينيه الومنيا من بتوعك واقطعي بيها، افردي وسكينه واعمليها مربعه او مستطيله. جيش بيقول لك اتصرف، واحنا كستات وخصوصا المصريين ما بيغلبوش، ما بيغلبوش، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، الستات ما بتغلبش. طيب عندي الاطار المدور انا اللي عاملاها مدوره، ممكن اعمل دي مربعه عشان نشوف الشكل ده والشكل ده. طيب عندي دي كده اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، اول عجينه اهي بنرقق، مش عايزاها ان هي تكون تخينه. طيب ما عنديش دي قانونه، اعمل ايه؟ في النشابه اهي، النشابه العاديه خالص بتاعتنا اهي، بسم الله. على نفس الورقه اللي انا هسوي عليها، بصوا انا من النص اهو وبفرد وبرقق، شايفين؟ يطلع مدور، يطلع مستطيل، يطلع مربع زي ما انت عايزه. لونا هو الشكل دوت اللي انت عاملاه عشان اللفه بتاعه النشابه مش مديني نفس الشكل المدور المظبوط اللي طالع بالظبط زي ما انت عامله. ما هو احنا بعد ما نفرد هنقطع بده واروح واخده الجوانب لماها مع العجينه تاني. طيب ده بالنسبه للمدور، نفس النظام بالنسبه للمستطيل او المربع او اي حاجه موجوده عندكم. انا ما عنديش دلوقتي الاطارات دي، خلاص اهو نشيلها خالص، وما عنديش الاطار ده ولا مستطيل ولا مربع ولا مدور ولا اي حاجه. طب انا عايزه اعمل الكيكه دي يا نونا، اعمل ايه؟ انزل اشتري اطارات مخصوص علشان اعمل حاجه زي كده؟ لا، عايزاه مربع هتعمل ايه بالسكينه؟ هتساوي بالسكينه الاربع جوانب وهيطلع معاك مربع مستطيل زي ما انت عايزه. عايزاه مدور، اي صينيه صغيره عندك او اي طبق ليه حرف حامي هتغرزي بيه يطلع لك الحاجه مدوره. ما تصعبوش الدنيا على نفسكم، ربنا يا رب يسهل لكم اموركم كلها، اللهم امين. شايف معايا يا حمدي؟ بصوا انا مرققه خالص ازاي؟ بالشكل ده، ولازم كله يبقى سمك واحد. طيب احنا عملنا المدور، تعالوا دلوقتي نعمل المربع، نعمل مثلا كده او المستطيل اهو. اللي فاضل ده هيروح فين اهو؟ بصوا بيتشال بكل سهوله ازاي، هيتعمل كده وتحط مع العجينه. هعمل كده ده اهو، شفتوا ليه انا قلت لكم
نفرد على نفس الجزء اللي هنسوي عليه عملناه مستطيل او مربع. اهم حاجه اهم حاجه قبل ما ابدا اسوي ابدا اخرم كده. بص اهو بخرم من الحروف ومن النص وكل حاجه. ايه فايده التخريمه دي يا نونا؟ علشان الخليط ما يقبش مننا في الفرن ويعلى، احنا عايزينه يطلع نفس السمك اللي حضراتكم شفتوه. طيب بياخد قد ايه تسويه في الفرن؟ بصوا انا بقول لكم كل حاجه في الكيكايه علشان اي سؤال يخطر على بالكم تلاقوا ليه اجابه. حاضر. بياخد قد ايه في الفرن يا نونا؟ الفرن يشتغل تحت بس ما يشتغلش فوق 7 دقائق. 7 دقائق مش اكتر من كده. اكتر من كده هيقلب معايا بسكوت. اكتر من كده هيقلب معايا بسكوت. احسبي معايا يا رغده 7 دقائق على الساعه عشان اوريكم شكله اما يطلع هيبقى عامل ازاي، ولازم يبقى طري. لو ازيد من كده هيتحول معانا يبقى انشف شويه، بقى معانا بسكوت مش هيبقى ندينا نفس النتيجه اللي احنا عايزينها. حطينا في الفرن قفلنا، درجه حراره 180، 7 دقائق بالظبط او اقل كمان من 7 دقائق ونروح شايلينه على طول. طيب معلش يا حمدي تنزل مقاديرها تاني علشان نتكلم فيها عشان حبايبنا اللي ما شافوش من الاول. معلش حقك عليا تنزل تاني. ما احنا نعتبر خلاص خلصنا عشان بس اشرحها متحرمش منكم. مقادير كيك نابليون او الكيكه الروسيه هتنزل معانا على الشاشه دلوقتي، ما نتحرمش منك ابدا يا حمدي. نابليون كيك او الكيكه الروسيه معانا ايه يا رغده؟ تابعيني وانا بفرد. انا بصيت على 10 مقادير دي. معانا ايه؟ بصوا كده بالترتيب علشان اللي ما تابعش معايا من الاول. المقدار الاولاني والتاني والتالت والرابع 4 مقادير مع بعض، 3/4 كوباية زبدة معاهم، 3/4 كوباية من السكر بيتحطوا على النار ومعاهم 1/3 كوباية عسل ابيض بيتدوبوا كويس جدا ويفضلوا على النار مع التقليب المستمر لحد ما يدوب ويبدا ان هو يغلي معانا. ما نسيبهوش ونروح ننشغل في حاجه تانية. مجرد ما بدا يغلي نزلنا عليه بالكربونات. البيكنج صودا هو الكربونات علشان ما حدش يتلخبط معايا. طيب نزلنا بالكربوناته وبنفضل نقلب، بيبدا الخليط يفور معانا شويه ويعلى، نبقى مش نشتغل في حاجه واسعه مش حاجه صغيره. وبعد كده بيتحول من اللون الكريمي الفاتح للاغمق للاغمق للاغمق، واحنا كل ده مع التقليب المستمر. رفعناه سبناه بعد ما فضل يغلي شويه مع التقليب المستمر، ما نسيبهوش عشان ما يسكرش معانا وينشف، ركناه على جنب يبرد. بعد ما هو سيبناه يبرد بنروح جايبين الثلاث بيضات اللي هم المقدار الخامس ده او المكون الخامس، بنحط عليه فانيليا وبنربه كويس جدا وننزل عليه على الخليط الاولاني بس بالراحه مع التقليب المستمر بالمضرب السلك. ولازم يكون الخليط بارد علشان لو هو سخن هيسولنا البيض ويبقى الوصفه بتاعتنا باظت. نخلطه كويس بقى الخليط عندنا سايل. نعمل ايه؟ نعمل في حله العجان او لو ما عنديش عجان هعجن بايدي، انزل بالدقيق شويه بشويه واعجن لحد العجينه ما تلم معايا زي ما وريت القوام بتاعها لحضراتكم وتبقى فيها تلزيقه بسيطه. ما انزلش بدقيق كتير علشان ما اخسرش المقادير بتاعتي وارجع اقول نشفت وشققت معايا. بعد ما بتوصل للقوام اللي احنا عايزينه اللي هو زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده كده اهي، ولا بتشقق ولا اي حاجه، بلفها في كيس ثلاجه او ستريتش او ورق الزبده واروح حطاها في التلاجة نص ساعة أو في الفريزر 10 دقايق. بتطلع ببدأ أقطعها وأفردها مستطيل مربع مدور زي ما أنتوا عايزين. طيب الكريمة الحلوة بقى اللي إحنا حشينا بيها في النص كانت عبارة عن إيه يا رغدة؟ عندي 2 كوباية كريمة خفق حلواني اللي هي العلبة الزرقاء ومرسوم عليها فراولاية، مش الخضراء مرسوم عليها مشروم، وتكون ساقعة في التلاجة كويس جدا عشان تديني القوام اللي أنا عايزاه. الوصفة الأساسية اللي هي بتاعة بلدها بيحط 2 صور كريم، احنا كمصريين مش هنقعد ندور عليه، بس لو موجود عندكم متاح وعايزة الطعم يبقى زي بره بالظبط هتجيبي صور كريم. طب ايه البديل ليه؟ 2 زبادي بس يكونوا كبار من عند اللبان أو من السوبر ماركت. بنحط عليهم 1/4 كوباية من سكر البودرة ومعلقة فانيليا. أخلط ده كله جدا كويس جدا بالمضرب الكهرباء علشان يديني الفوم والقوام اللي انا عايزاه، وبحطها في التلاجه شويه لحد ما ابدا العجينه افردها زي ما حضراتكم شايفين كده. فردت مدور، فردت مربع، فردت مستطيل، ايا كان اللي حضراتكم عايزينه، اهم حاجه افرد على اللي انا هسوي عليه علشان ما افضلش اشيل واحط علشان هي بتبقى العجينه بتاعتها رقيقه قوي. اوعوا تنسوا حته ان انا اخرم العجينه
علشان ما تقبش مني في الفرن. تعالى كده معايا يا حمدي بسرعه. شايفين الجزء القابب ده؟ باين معاك ولا اطلع لك ال باين الجنب اللي هو قابب؟ طيب تمام. بصوا كده اللي هو اللي جنب ده كده تحسوا ان هو قب شويه، معنى ان هو قب شويه كده يبقى ما خدش التخريم المناسب ليه. عشان كده بقول لكم نخرمها كويس علشان تطلع كلها سوا واحد، ما يبقاش حته عاليه وحته هابطه. طيب وقتنا قد ايه يا شباب؟ دقيقتين ونطلعها من الفرن، عينيا الاثنين. حاضر. بتخلصي المكونات كلها بتاعتك او العجينه كلها بالشكل ده. بنبدا بعد كده الاستاند اللي انت هتشتغلي عليه بنحط له في الحروف بتاعته ورق زبده. مش هتشتغلي على استاند على طول وهتبداي تقليها تاني، يبقى بتشتغلي على طول من غير ورق زبده. ببدا بحط في الارضيه حته من الكريمه علشان الكيكه بتاعتي ما تتحركش، وابدا كل طبقه قبل ما احطها اروح مدياها رشه او سقسقه بسيطه من الحليب، ما بنضيفلوش اي حاجه، سقسقه بسيطه من الحليب وما بضيفلوش اي حاجه علشان تطرى معانا وما تبقاش بايشه، بسقسقه بسيطه ما نكترش. وابدا بعد كده احط طبقه الكيك، اسقسق باللبن او اسقي باللبن البسيط، ابدا احط طبقه كريمه وتكون كلها سوا واحد، ما تبقاش حته عاليه وحته واطشه. باخد طبقه من الكيك بتاعنا وابدا ان انا اطحنه في الكبه ناعم علشان ابدا ازين بيه الجوانب بعد ما بسويها عشان الكريمه اللي نزلت منها، واساوي ازين بيها الوش. بمسكها بحطها في الثلاجه ساعتين ثلاثه على حسب ما انتوا عايزين، عايزين تقطعوا بسرعه زي ما احنا هنعمل دلوقتي بتطلع معانا زي الفل. دي طبقه ثانيه اهي، بتستوي الطبقات كلها، بتاخد 7 دقائق بس في الفرن، مش اكتر من كده. كترت عن كده قلبت معايا بسكوت، ولما بتقلب بسكوت بتبدا ان هي تبقى مقرمشه وناشفه وما بتدينيش النتيجه المطلوبه. طيب تعالوا نلم حاجتنا كده ونطلع الكيكايه بتاعتنا اللي في الثلاجه علشان نقطعها ونشوف شكلها من جوه هيكون عامل ازاي. ما عندناش اطباق تقديم يا شباب، طبق تقديم بسرعه وشوكه والريحان. بسم الله. اكيد مش خارجه يعني. اكيد مش خارجه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى كده، بسم الله. ورق ريحان يا شباب بسرعه. بصوا كده انا لقيت ده امبارح، لو في كريس في السوق يبقى حلو قوي، حته التزيين دي بترجع لكم واللي انتوا عايزينه. بس انا امبارح وانا في السوبر ماركت بصراحه لقيت اللي هو الجيلي اللي على شكل توت ده، وقلت ان انا هبدا ازين بيه عشان يديني شكل مختلف للكيكايه بتاعتنا. مع ورق ريحان اخضر هيبقى شكله في منتهى الجمال. الريحان فين يا شباب؟ الريحان هيجري من قدامي. يلا بينا نحط الريحان مع الحاجات الحلوه اللي احنا حاطينها دي. والله العظيم. طيب متحرمش منك يا حمدي. بصوا بقى كده بنزين التزيينه اللي احنا عايزينها كده. وعايزه اقول لكم دلوقتي لما نحط الورق الاخضر كمان بتاع الريحان هيبقى في منتهى الجمال. طيب وطبق وشوكه علشان نقطع بقى، وتعالى يا حمدي كده معايا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. سكينه حاميه وبعمل كده واروح نازله على طول. اديني بس ثواني، انا عايزه اقطعها لك تقطيع يا حمدي عشان تبان التعب اللي احنا تعبناه كده، واروح نازله من الناحيه التانيه كده. ما تيجي معايا يا حمدي كده. بسم الله. شايف معايا؟ تعالى كده نقطع قطعة. بسم الله. بصوا انا عملت ايه؟ لما جيت عشان هي طبعا لسه ما مسكتش، لما جيت اقطع قطعة كمان رحت ماسحة السكينة علشان الكريمة اللي فيها. بعمل كده وانزل على طول.
طبق يا شباب وشوكة عشان نطلع الحلويات بتاعتنا دي ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. وادي الريحان الحلو بتاعنا. اهم من الشغل ظبط الشغل، واهم من العمايل الظبطه بتاعه الحاجه اللي انتوا بتعملوها عشان تفتح النفس وتعبكم ما يروحش في الارض. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كان اهم حاجه بالنسبه لي النهارده، حتى لو مش هعمل غير وصفه واحده زي ما قلت لكم، ان هي يبان اللي انا عايزاه. بصوا بقى كده، بسم الله. طبعا الكريمه لسه ما اتعملتش، بس بص يا حمدي احنا ممكن نعملها من هنا. دي الطبقات بتاعت الكيك بتاعتنا. ناخد حته كمان، نزلنا المقادير وكده بالنسبه لي تمام زي الفل. بسم الله. زي ما حضراتكم شايفين كده، حته التزيين دي بترجع لكم انتوا واللي انتوا عايزينه والمتاح والموجود عندكم. بس كده بالنسبه لي تمام. عملنا النهارده كيك نابليون او كيك العسل الروسيه زي ما حضراتكم شفتوا، اتكلمنا عنها في كل حاجه تخصها. الكيكايه دي سعرها بره غالي جدا 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 فوق ما اي حد ما يتخيل. احنا بتهزروا؟ هي كده عدى عليها اكتر من 7 دقايق صح؟ طبعا هي غمقت شويه عشان احنا نسيناها اكتر من 7 دقايق، ولو مسكتها لكم دلوقتي هنلاقيها ان هي نشفت شويه. لا بصوا، طب والله تصدقوا، استنوا بصوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خدت وقت ازيد فهي مسكت معانا، شايفين؟ اه ده اللي انا بقول لكم عليه، ان احنا لو سبناها وقت زياده عن ال7 دقايق اللي احنا عايزينها تقعد فيه ممكن يتقلب معانا بسكوت، هتبقى ناشفه. هنيجي ان احنا نشتغل بيها هنلاقيها بتكسر في ايدينا وما اديتناش الطراوه اللي احنا كنا شايفينها واحنا شغالين في النسخ. فنخلي بالنا من حته الوقت علشان تطلع الحاجه معانا مظبوطه وما نندمش ان احنا اشتغلنا فيها وتعبنا يروح في الارض. ارجع واقول تاني اللي انا قلته في اول حلقتي، مش مهم عندي ان انا املى الرخامه عندي او الكوانتر مقادير ووصفات وبوفيه يبقى مليان، واللي قدامي وقع منه حاجات ممكن ان هو لما يجي يشتغل فيها في البيت تقع منه او ان هي تبوظ له الوصفه. ممكن اعمل وصفه واحده بس تبقى يعني كافيه نفسها، او ان هي وفيت وكفيت ووفيت ان احنا قلنا كل تفصيله فيها عشان تطلع معاكم بالظبط زي ما قلنا. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم ونالت رضاكم.